وللحديث عن سلسلة الإعدامات التي تنفذها السلطات في العراق معنا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري، مرحبا بك معنا. السلام عليكم، أهلا وسهلا. عليكم السلام، أهلا بكم. السلطات في العراق نفذت أحكام الإعدام بحق 3 معتقلين كدفعة أولى على ما يبدو. من ناحية التوقيت كيف يمكن الوثوق في تصرف السلطات من حيث المبدأ؟ هل تصرفت بمبدأ الثأر والانتقام؟ حقيقة هاي كل ما تحدث إرباك في الحكومة العراقية والانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات التي هي تتحكم في العراق تقوم بحملة إعدامات. هذه ليست لأول مرة، وإنما لعدة مرات قامت بها من 2014 ولحد هذه اللحظة تقوم بهذه الأحكام الإعدامات للناس المدنيين وكل الدول العالم، يعني الأمم المتحدة، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي، البعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، المنظمات الحقوقية، كلها تدين هذه الأعمال الانتقامية التي تقوم بها الحكومة العراقية حتى تظهر أمام الناس هي حازمة وجادة بالقضاء على الإرهاب. الإرهاب الموجود هو إرهاب الدولة، إرهاب الميليشيات، إرهاب الميليشيات اللي هم يسموها الميليشيات الغير منضبطة. مع الأسف أنه الحكومة العراقية لا تتمكن من إلقاء القبض على الناس الذي يتجولون في السيارات ويحملون الصواريخ والعدة والمتفجرات. هذول هم اللي يقومون بالتفجير، يعني يتجولون في ساحات في بغداد طولة الفترة، والحكومة العراقية متفرجة، يقومون بالسلاح وينهبون ويسرقون البلد ويسرقون الناس ويقتلون الناس. يعني هذه نراها دائما في الفيديوهات الموجودة. والحكومة العراقية ماذا تعمل بهذه يعني هل هذه العمليات التي تقوم بها الميليشيات بقتل العراقيين هذه عمليات ردع، ولا كيف نفسر هذه العمليات؟ هذا سؤال برسم الإجابة. يعني هناك نقطة أخرى أيضا سيد ضياء، رئاسة الجمهورية التي أعلنت مصادقتها على إعدام 340 معتقل في السجون بعد مطالبات من كتل سياسية تابعة للميليشيات، هل تعتقدون أن الأمر يخضع لهوى سياسي أم قانوني؟ لماذا في هذا التوقيت؟ والله بالوقت الحاضر أكو حملة سياسية دبلوماسية قوية على الدولة العراقية من الأمم المتحدة ومن دول العالم الذي لها وزن في تصرفات في العالم، والاعتراضات وبشدة ومحاضرات قاعد يقوموها في جنيف. المركز جنيف الدولي للعدالة يقوم محاضرات بهذا الخصوص في جنيف على أساس أنه هذه العمليات الانتقامية الدموية التي تقوم بها الحكومة العراقية وهذه الاجتماعات هي ردع لهذه القرارات، وتطلب من الحكومة العراقية أو من رئاسة الحكومة العراقية التريض بهذه العمليات الانتقامية، لأنه الأحزاب السياسية والميليشيات التي تطلب من الحكومة العراقية بإقامة من هذه الأعمال حتى تخفف العمل والضغوط الذي تأتي من الشعب العراقي، والشعب العراقي يعلم جيدا من هو الذي يرتكب هذه العمليات الإجرامية والتفجيرات في بغداد، من يتجرأ الدخول إلى بغداد بهذه الحرية ويدخل إلى ساحة الطيران ويفجر في بغداد إذا ما هم مخولين أو مسموح لهم أن يقوموا بهذه التفجيرات. ثم يدعون إحنا ضد كل عمل إرهابي مهما كان العمل الإرهابي، من أي جهة تأتي هذه الأعمال الإرهابية؟ بس الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات ضد المدنيين العزل في بغداد وفي, 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 وفي كل المحافظات، الذي تعم هذه الأعمال وقتل الصحفيين وقتل الناس الإعلاميين وقتل الناشطين في المظاهرات والاعتصامات التي تحدث في ساحة التحرير وفي كل مناطق العراق. يعني هذه ليس الحكومة العراقية من أين من هذه أين هي من هذه؟ نعم وأين الحكومة وأين الحكومة والسلطات مما تقوله منظمات حقوقية معروفة مثل Human Rights Watch التي أكدت أن عقوبة الإعدام تستخدم في العراق كأداة سياسية وليس بمعناها القانوني الرادع كما هو معروف؟ ألا يضع هذا الاتهام الحكومة والقضاء
تحت طائلة المساءلة القانونية؟ حقيقة يعني أفضل نقد وجهته هي المفوضة السامية لحقوق الإنسان الذي قالت فيه أنه هذه الأعمال الدموية ضد العراقيين هي أعمال انتقامية، يعني أعمال تحدية انتقامية من الشعب العراقي، لأنه هي لا تقدر لا يعني ما عندها الإمكانية لتوقيف المظاهرات فتعمل هذه الأعمال الردع اللي موجودة ضد الشعب العراقي حتى تخوف الشعب العراقي من هذه الأعمال التي تقوم بانتهاكات واضحة أمام الشعب العراقي. نعم. والانتهاكات الأخرى التي تقوم بها الميليشيات معفية، يعني ليش ما تحاكون ذولاك يا أخي؟ إحنا ضد الأعمال، أي عمل إرهابي ضد المواطن العراقي، أنتم شنو السبب تخلون طب استاذ هذه الادانات المتكرره من المنظمات الدوليه الحقوقيه، اليس من الممكن ان تثني السلطات عن الاعدامات الجماعيه وعن هذا السلوك غير القانوني؟ هل تتوقع ذلك؟ نعم، انا اتوقع من الحكومه العراقيه انه تعكف عن هذه الاعدامات اللي هي تقوم باعدام 340 شخص، هذه يعني هي تتوافق على هذه، والحكومة العراقية تقول احنا جادين بهذا. هم ليس جادين بعمل اصلاح بالعراق، لعمل اصلاح الوضع السياسي بالعراق، لاي موضوع ثاني لاصلاحي مهما يكون نوعه. لحد الان الحكومة العراقية فقط تقوم بالانتقام من الشعب العراقي. الحكومة العراقية مسيرة من ايران، وهذه الميليشيات التي تعبث في العراق هو هذا السبب، لأن تتجول بسياراتهم، وبسيارات هي سيارات تابعة للحكومة العراقية بالأسلحة مدججة، وينزلون بأي وقت ويحتلون بغداد بأي وقت. هذه الحكومة العراقية المفروض تتوجه أوجهها أو سلطاتها قدام ذول الناس الخارجين عن القانون الذين يقتلون المتظاهرين. كل ما تفضلت به سيد ضياء، كل ما تفضلت به كيف يمكن أن يزيد من حدة النقمة على الحكومة التي تكيل بأكثر من مكيال؟ الحكومة العراقية النقمة الذي موجودة الذي يعني تنتهكها الحكومة العراقية، يجب عليها أن تنتهك سياسات واضحة، يجب على الكاظمي حقيقة، يعني الكاظمي يعني رجل بسيط، الله يكون بعونه، يعني يجيبه موجة وترجع موجة، هو موظف ما يقدر يقيل موظف، كيف يقدر يسوي دولة؟ يعني كيف يقدر يدير دولة؟ يعني حقيقة هاي الشخصيات الذي تحكم العراق، يعني الكاظمي هو أضعف جهة موجودة بالوقت الحاضر بالعراق. نعم. يعني حقيقة لا يمكن هذا أن يدير دولة. المشكلة الثانية مشكلة العراقيين، كيف يمكن العراقيين يعني تقرير المصير بأيديهم، بأيدي العراقيين؟ العراقيين يجب عليهم أن ينتفضوا من هذه العمليات اللي قاعد تصير البشعة ضدهم. نعم. ضد الشعب العراقي. نعم. يعني ما معقول القناص ما لقيته هسه تجون تعدمون ناس موجودين في السجن صار لهم سنين موجودين عندكم، هل معقول؟ يعني هل معقول الناس الذي قتلوا المتظاهرين معروفين وأهاليهم ومعروفين عناوينهم وأسماءهم وكل شيء معروف عنهم، ما تجدون ذولك تريدون تعدون؟ نعم. ذولك الموجودين. شكراً. يعني هو هذا القانون العدالة الاجتماعية اللي انتم؟ شكرا لك أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان من النمسا، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.